السلام عليكم يا شباب، النهاردة هنبدأ نحل الأسئلة بتاعت امتحان الشهر اللي فات، عشان برضو كل واحد اللي كان واقف مع حاجة يعرف هو غلط في ايه بالظبط. فعندنا نبدأ بكويستشن 1، قال لنا ان الاكس ايكوال نيجاتيف 3 از وان اوف ذا تو روتس اوف ذا الايكويشن اللي هو مديها لي، اللي هي اكس سكوير بلس روت ام سكوير اكس ايكوال 3. طيب اظبط الاول شكل المسألة، اكس سكوير بلس روت على الام سكوير، ممكن تقول لي انها تبقى ام، بس لا، انا هثبت لك دلوقتي، انا هوريك هثبت لك في الاخر ان روت لحاجه سكوير هتبقى ابسوليوت الحاجه دي. انا عندي اي حاجه سكوير مثلا 3 سكوير تبقى ب 9، اعمل سكوير روت ده هيضيع ده هيبقى ب 3، صح كده؟ صح. طب انا لو عندي نيجاتيف 3 سكوير وعندي سكوير روت، طيب نيجاتيف 3 سكوير بقت ب 9، سكوير روت ال 9 بقت ب 3 برضه، فانا ما اضمنش اللي جوه ده بوزيتيف ولا نيجاتيف، فبحط الابسوليوت. تمام تمام اكس بدخل ال 3 الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، تبقى نيجاتيف 3 ايكوال 0. قال لي ان الاكس ايكوال نيجاتيف 3 دوت وان اوف ذا تو روتس. طب ما انا اعوض مكان كل اكس بنيجاتيف 3، مكان الاولى دي تبقى 9 بلس ابسوليوت الام في 3 ماينس 3 ايكوال 0. ابسوليوت دي يعني بوزيتيف اور نيجاتيف، بوزيتيف اور نيجاتيف ام من الاخر يعني. ماشي، خلي ابسوليوت الام في ناحيه واحده. ماشي، يبقى ال 9 راح 9 ماينس 3 ب 6، وادي الناحيه الثانيه تبقى نيجاتيف 6، وادي ال بسم الله تمام، وادي ال 3 الناحيه الثانيه بالديفايدد تبقى 3. في حاجة غلط صح كده؟ اه اكس النيجاتيف 3 هي 1 اوف ذا تو روتس، انا نسيت احط النيجاتيف هنا، سوري يا شباب. فبدل ما ادي 3 بالديفايدد هنا وادي نيجاتيف 3 بالديفايدد، فبقى ابسوليوت ام ايكوال 2. فالام دلوقتي كام؟ بوزيتيف اور نيجاتيف 2. فبص في الاختيارات، انا ما عنديش بوزيتيف 2 بس عندي نيجاتيف 2، الاختيار دي. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لنا ان ال ام بارل للواي زد، تمام، وال ام على الواي زد ايكوال كام؟ 0.5، اللي هي ايه؟ اللي هي اهو عادي زي ما بنكتب، هو عايز الواي ام على الام اكس. طيب ورقتك معايا وباصص معايا، مش ال ام على الواي زد ب 1 اوفر 2؟ فممكن نعملها زي ما بنعمل، نقول ان ال ام ايكوال اكس مثلا، والواي زد واي زد ايكوال 2 اكس، عشان يبقى اكس على 2 اكس بهاف نفس اللي مديها لي فوق. تمام ماشي، يبقى ال ام قلنا باكس والواي زد ب 2 اكس، حلو حلو. يبقى كده انا ممكن اقول برضو ايه، ان الاكس ام من السيميلاريتي ان الاكس ام ايكوال اكس برضو، والام والاكس واي equal to x برضه من السيميلارتي، نفس الحوار، هو عايز ال y m على m x. طيب انا ال y m معايا بسم الله، ال y m هي y m بتساوي ال x y كله minus a minus ال m x. ال x y كله بكام؟ ب 2 x، والام اكس او الاكس ام بكام؟ باكس، 2 اكس ماينس اكس باكس، دي الواي ام، والام اكس انا جايبه باكس اصلا، يبقى اكس اوفر اكس ايكوال كام؟ ايكوال 1، يبقى الانسر بتاعتي 1، الاختيار A. السؤال اللي بعده، كويشن اديني اكس ماينس 3 سكوير بلس اكس ماينس 4 سكوير، كل ده ايكوال كام؟ ايكوال 0. عايز يعرف التايب اوف ذا روتس. طبعا انا ما ينفعش اتعامل مع النهايه بالمنظر ده، هفك كل براكت. البراكت دوت هيتفك ازاي؟ الاولاني باور 2، الثاني باور 2، 2 في الاول في الثاني. الاول هيتفك اكس سكوير بلس 9 وهنا نيجاتيف 6 اكس، والثاني اكس سكوير بلس 16 واللي في النص نيجاتيف 8 اكس. حلو بقى دلوقتي، حلو. يبقى عندي اكس سكوير بلس اكس سكوير 2 اكس سكوير. نيجاتيف 6 اكس، نيجاتيف 8 اكس،
نجمعهم على بعضهم هيبقوا نيجاتيف 14x 9 بلس 16 يبقى بوزيتيف 24. كل ده ايكوال 0. عايز يعرف الطب اوف ذا روت بي سكوير ماينس 4ac. تعرفني الطب اوف ذا روت البي سكوير ب 14 سكوير ماينس 4 في ال 2 في ال 25. اقدر احسبها، احسب الكلام ده كله، يبقى عندي 14 سكوير بكام؟ ب 196 ماينس 4 في 2 في 25 بكام؟ ب 200. كل ده ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 4. يبقى انا كده طالما الديسكريمنت اللي هو بي سكوير ماينس 4 اي سي بنيجاتيف، يبقى انا الروتس اللي عندي ايه؟ 2 نون ريل كومبلكس روتس. اختيار دي. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده كويشن 4. عندي 2 بلس ار باور 4. عايز اعرف كام؟ اضرب كام؟ كذا واي باور 4 عادي، باور 4 دي كانها باور 2 مضروبه في باور 2 عادي، نفس الحاجه باور 2 مضروبه في نفسها، البارات هتتضاف تبقى باور 4. حلو دلوقتي، حلو. طيب او تخليها حاجه تانية شكل تاني، يبقى 2 بلس اي 2 بلس اي باور 2 قول باور 2 تعمل دي او دي، بس انا هشتغل باللي تحت. براكت ده بيتفك باور 2 ازاي؟ بيبقى الاولاني سكوير والتاني سكوير، يبقى اي سكوير نيجاتيف 1. ادي التاني في الاول باور في ال 2 تبقى 4 اي. حلو كده؟ والتاني طبعا هيبقى نفس الحوار، ما هو نفس البراكت، نفك بار 2 نعمل سمبليفاي 4 ماينس 1 ب 3، 3 بلس 4 ال مضروبه في 3 بلس 4 ال. تقدروا تفكوها، عايزين تخلوها براكت واحد باور 2، عايزين توزعوا يبقى الاول في الاول والاول في الثاني والثاني في الاول والثاني في الثاني، اعمل اللي انت عايزه، الاثنين صح. اول في الاول الاول في الثاني ب 12 ال، التاني في الأول ب 12 R، التاني في التاني ب بوزيتيف 8 بوزيتيف 16 سوري 4416 I سكوير، I سكوير نيجاتيف 1 يعني دي نيجاتيف 16. ماشي، اعمل سمبليفاي يبقى 9 ماينس 16، 9 ماينس 16 تبقى بنيجاتيف 7، نيجاتيف 7 و 12 I بلس 12 I تبقى بوزيتيف 24 R. ادي الأنسر بتاعتي. السؤال اللي بعده، لا فانكشن 3x سكوير ماينس 6x بلس 3 ديت، عايز تعرف تاتش الاكس اكسس في كام بوينت؟ يعني ايه الفانكشن لما بتلمس الاكس اكسس ده كده روت؟ يعني انا بشوف هي لمست الاكس اكسس كام مره، يبقى ده عدد الروتس اللي عندي للايكويشن دي. وعدد الروتس بجيبه ازاي؟ ديسكريمنت بي سكوير ماينس 4ac، بي سكوير اللي هي 6 سكوير تبقى 36 ماينس 4 في الاي اللي هي 3 في السي اللي هي 3 برضه، يبقى 36 ماينس 4 في 3 في 3 يبقى 36. ده ماينس ده بكام؟ ب 0. يبقى انا عندي 1 ريل روت، يبقى كده بتلمس الاكس اكسس في كام بوينت؟ 1. يبقى عندي الاختيار ايه؟ السؤال اللي بعده، عندي 2 triangles، triangle اهو و triangle. حلو حلو. الاولاني عنده انجل 100 والانجل الثانيه 20 ديجري والانجل الثالثه نقدر نجيبها 180 ماينس الكلام ده تبقى 60. وعندي triangle تاني عنده انجل 20 وعنده الانجل الثانيه ب 50، اقدر اجيب الانجل الثالثه تبقى 180 ماينس الكلام ده. عايز يعرف هما سيميلر ولا كونجروينت ولا مش عارف ايه. طب هو مبدئيا هو مش عشان يبقى سيميلر او كونجروينت لازم الانجلز كلها تبقى قد بعض، 3 انجلز قد بعض. طيب هل انا عندي الانجلز قد بعض كده؟ لا، الانجلز مختلفه، فهو يبقى ولا سيميلر ولا كونجروينت، دي لان الشروط عندي مش موجوده. السؤال اللي بعده كويشن 7، عندي كوادراتيك
هو عايز الكوادراتيك ايكويشن اللي الروتس بتاعتها باي ونيجاتيف باي. يعني الروتس بتاعتها اي او نيجاتيف اي، يعني لو عوضت مكان الاكس باي او نيجاتيف اي الايكويشن دي تبقى صح. يعني عندي في اختيار سي عندي اكس سكوير بلس 1 ايكوال 0، انا عايز اجيب الاكس. طيب يبقى اكس سكوير ايكوال نيجاتيف 1، يبقى الاكس بكام؟ الاكس ايكوال هحط سكوير روت يبقى بوزيتيف نيجاتيف. بوزيتيف نيجاتيف روت ايه؟ روت النيجاتيف 1. وروت النيجاتيف 1 بكام؟ باي. ناخدنا في الدرس بتاع كومبلكس نمبر، يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف نيجاتيف اي، يبقى الانسر يبقى هي فعلا دي الايكويشن الصح اللي هي سي في سؤال نمبر 7. السؤال اللي بعده كويشن 8. كويشن 8 مدينا تراينجل وعايز الاكس. طيب عندي تراينجل ABC وعندي ستريت لاين كده بارلل للبيز اللي هو الاي دي، مش طالما ده بارلل للي تحت يبقى عندي سيميلاريتي، يبقى عندي الاي اي دي سيميلارلي الاي سي بي، صح كده؟ صح. هو عايز الاكس اصلا، الاكس اللي هي الاي اي، هنا اكس وهنا 9 وهنا 15 وهنا 12. حلو حلو، فيبقى كده الاي دي اللي هي 12 على البي سي اللي هي 15 بتساوي الاي اي اللي هي اكس على الاي سي اللي هي اكس بلس 9 كروس مالتيبلكيشن، 12 في اكس بلس 12 في 9، 12 اتوزعت على اللي تحت ده 12 في الاكس و 12 في اكس، 12 في 9 هتبقى 108. كل ده ايكوال كام؟ ايكوال 15 اكس. يبقى عندي اودي الاكس هناك الناحية التانية 3 اكس ايكوال 108. اقدر اجيب الاكس بكام؟ اقدر اجيب اودي 3 بالديفايدد يبقى عندي الاكس ايكوال 36 سنتيمتر. السؤال اللي بعده question 9. question 9 بيقول the ratio between the sides of two similar polygons 2 over 3 ratio between sides، وبيقول then the multiplicative inverse of the ratio between the parameters. طيب مش الratio between the parameters هي اللي between the sides فيبقى 2 over 3 برضه، ماشي. والmultiplicative inverse لا ايه؟ multiplicative inverse يعني نقلب الرقم اللي عندنا، يعني 2 المultiplicative inverse بتاعها 1 over 2. طبعا عندي 2 over 3 multiplicative inverse بكام؟ 3 over 2 على طول، يبقى الانسر بتاعتي بي. السؤال اللي بعده عندي انجل اسمها الفا، ماشي. ساين الالفا دي بكام؟ بنيجاتيف اهو. وعندي سك الالفا دي بكام؟ بنيجاتيف 2 اوفر 2 3. والسك اللي هي ايه؟ سك اللي هي 1 اوفر كوزاين، يعني ممكن نعمل 1 اوفر في الناحيتين يبقى كوزاين الالفا ايكوال روت 3 اوفر 2 بالنيجاتيف. طبعا الساين عندي نيجاتيف والكوزاين عندي نيجاتيف وانا عندي اهوت الاستك رول. فين الساين والكوزاين نيجاتيف؟ في الثيرد كواد التاني بيبقى بوزيتيف والساين والكوزاين نيجاتيف، بس كده. فهو هو عايز يعرف الالفا في انهي كواد، هقول له في الثيرد سي. السؤال اللي بعده question 11 the angle whose measure 30 degree is equivalent to all of the following except except ال دي، مع الانجل اللي في الاختيار دي اللي هي نيجاتيف 22 باي اوفر 3 لما احولها للدجري هتبقى بكام؟ اضرب 180 اوفر باي. احسب دي هيطلع عندي الانجل بالنيجاتيف 1320 ديجري، اقعد ازود في 360 لغايه اما تبقى في الفور كوادز بتاعتي، ازود 360 مرتين هيبقى الانجل عندي 120 ديجري اللي هي مش ايكوفلنت لل 60 طبعا، فهو الاختيار بتاعنا دي. السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول ايه؟
which of the following lies in the third quad؟ third quad هاخد كل انجل اقعد ازود 360 او اقلل 360 لغايه اما تبقى موجوده ما بين الزيرو لل 360 واشوف انهي واحده في الثيرد كواد، والثيرد كواد الانجل بتتراوح ما بين 180 لغايه ال 270 اشوف انهي واحده ما بين الكلام ده. هقعد احسب هيبقى عندي الاختيار ايه اللي هو نيجاتيف 240 ولما ازود 360 عليها تبقى 120 ودي في السكند كواد فيبقى الانسر بتاعتي ايه. السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده مديني تراينجل معلش على الرسم بتاعي هنا في رايت هاند اللي هو الايه وفي البي في هنا نازل perpendicular اللي هو ال D وهنا ال C. قال لي ان ال AB ب 8 وقال لي ان ال BC ب 12 وقال لي ان ال area بتاعت ال triangle ABC equal 160 عايز ال area بتاعت ال ADB. طيب انا عايز اشوف triangle ADB ده ADB في انجل 90 والترينجل اي بي سي في انجل 90 في كومن انجل اللي هي البي ما بين الترينجل اي دي بي واي بي سي مش كده في سيميلاريتي اقدر اقول ان الاي دي بي سيميلارلي سيميلار للترينجل سي اي بي فاقدر اقول ايه اقدر اقول ان الاي بي اللي مديها لي اللي هي ب 8 على البي سي اعمل لهم سكوير بقى ده الريشيو بتوين ايه الارياز تبقى 64 اوفر 144 ايكوال اريا الاي دي بي اللي انا عايزها خليها اكس مثلا على اريا الاي بي سي اللي هو اداها 160 اعمل كروس مالتيبيكيشن كروس مالتيبيكيشن الاريا بتاعت الاولاني هتطلع ب 71.1 بالتقريب طبعا بيبقى الانسر دي. السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده 40 عندي سترينج اي سي سترينج جاي خيط اي وسي وقال لي عنده ميد بوينت بي حلو كده حلو قال لي ان الاي سي كلها 28 يبقى البي سي بكام 40 صح كده عشان البي ميد بوينت امام وبيقول لك في راجل جه مسك من البوينت بي وقعد يحركها يلفها بقى بثيتا بتساوي باي اوفر 20 بالراد طبعا عايز الارك لينث. طيب هو انهي اللي بيلف؟ يعني انا بقى عندي البي سي هي اللي بتلف كده وكده وكده هي اللي بتتمرجح فيبقى البي سي كده هي عندنا الراديوس الراديوس عندي بالبي سي اللي هي ب 14 فانا عندي قانون بيقول ايه؟ بيقول ان الثيتا راد بيساوي ال على ار معايا الثيتا راد اهي ال L بكام عايز اجيبه ال R بكام 14 بس كده كروس مالتيبليكيشن كروس مالتيبليكيشن هيبقى عندي ال L بكام y اوفر 20 مالتبلاي ال 14 يبقى عندي ال L بالتقريب طبعا بالابروكسيميت هيبقى 2.2 ادي الانسر بتاعتي. كويستشن اللي بعدها كويستشن 50 عايز الراديوس ميجر اوف سم عايز الراديان ميجر اوف ذا سم اوف ذا انجلز اوف ريجولار هيكسجون ريجولار هيكسجون انا قلت لكم عليها كانت جت في الكويز ريجولار هيكسجون كل انجل ريجولار هيكسجون بتكون 120 طيب انا عايز اجيب السم السم الهيكسجون فيه 6 انجلز والسم هو 6 باي 120 تطلع بكام ب 720 اقدر اجيب الراديان لل 720 دي اخد 720 اضربها باي اوفر 180 تطلع في الاخر ب 4 باي الانسر بتاعتي 4 باي. السؤال اللي بعده ساين الالفا از ايكويفلنت تو عندي انجل اسمها الفا عايز اشوف الساين الالفا دي ايكويفلنت تو انا هسهل الدنيا خالص هسهلها عشان ما يبقاش فيها تعيد انا هقول مثلا انا هفترض ان عندي انا ما اعرفش معرفش دي بتتحل ازاي فافترض مثلا الفا دي مثلا ايكوال 30 ديجري حلو جدا وهجرب الاختيارات بس كده
قال لي مثلا في الاختيار ايه اللي هو ساين 90 ماينس الالفا. انا قلت الالفا بكام؟ تقريبا ب 30 مثلا، انا افترضتها من عندي، فيبقى كده ساين 90 ماينس الفا بكام؟ بساين 60. هل ساين ال 60 بتساوي ساين ال 30؟ لو حسبتها على الكالكوليتر هتطلع لي غلط، اختيار ايه مش معايا، خش على اختيار بي. اختيار بي بيقول كوزاين الالفا، الالفا اللي هي بكام؟ ب 30. هحسب على الكالكوليتر، شوف كوزاين ال 30 بكام وساين ال 30 بكام، هل الاثنين قد بعض؟ لا، واحده بهاف واحده بروت 3 وبار 2، فاختيار البي مش معايا. اشوف الاختيار اللي بعده، اختيار سي، اشوفه سي الاول بس عشان اسال عن الساين، الساين الالفا مش هتبقى معايا، ساين ال 30 يعني هتكون ايكوال هاف. انا اشوف اني في الاختيارات اللي بيساوي ماشي. ساين سؤال سي، الاختيار سي بيقول ساين 180 بلس الالفا، تعال نجرب 180 بلس الالفا اللي هي 30 210، ساين ساين 210 ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف هاف، وانا عندي هاف، فلا مش إيه. مش ايكوال دي، شفتي الاختيار دي اللي هو اخر اختيار، بيقول ابسوليوت ساين 360 ماينس الالفا اللي هي 30. طيب 360 ماينس ال 30 ب 330، ساين ال 330 بنيجاتيف هاف، طب ما دي مش ايكوال، بس لا دي جوه الابسوليوت، جوه الابسوليوت، الابسوليوت تشيل النيجاتيف تبقى هاف، فدي الوحيده اللي تبقى ايكوال للاولى اللي عندنا، تبقى الانسر دي. السؤال اللي بعده 17، ريشيو بتوين الارياز اوف تو سيميلار ترانجلز، هو مش قد الريشيو بتوين السايدز عشان ده باور 2، الاريا بناخد السايدز باور 2 ومش السكوير روت بتاع السايدز، لا احنا بنعمل العكس، احنا بنعمل باور 2 مش سكوير روت، السكوير روت ده العكس، فلا هو مش الريشيو بتوين البارامترز، لان الريشيو بتوين البارامترز هو هو الريشيو بتوين السايدز، وبناخد الريشيو دي باور 2 عشان نجيب الريشيو بتوين الاريز، فولا واحده من الاي والبي والسي هي nothing of the previous، انسر دي. سؤال 18 بيقول الريشيو بتوين ذا لينثز اوف تو كورسبوندينج سايدز اوف تو سيميلر بوليجونز 5 اوفر 3، حلو دي الريشيو بتوين السايدز. طيب مثلا هقول سايد 1 على سايد 2 ايكوال 5 اوفر 3، طيب يعني معنى كده ان اريا 1 على اريا 2 اعمل باور 2 للكلام ده تبقى 25 اوفر 9، صح كده؟ صح، يعني ممكن اقول كده ان الاي 1 ايكوال 25 اكس وان الاي 2 ايكوال 9 اكس مش لو عملنا ريشيو الاكسات هتروح. طيب هو بيقول ايه؟ ديفرنس بتوين الارياز ب 32، يعني اي 1 ماينس اي 2 ايكوال كام؟ 25 اكس ماينس 9 اكس اللي هي 16x، 16x بتساوي كام؟ 32 زي ما هو قال، او دي 16 بالديفايد يبقى الاكس عندي ب 2. هو عايز ايه اصلا بقى؟ عايز الاريا بتاعت السمولر بوليجون اللي هي قلنا ب 9x، 9x هتكون ب 9 مالتبلاي 2 تبقى كده 18، يبقى الانسر معايا 18 اللي هي ايه؟ انسر ايه؟ السؤال اللي بعده قال لي اكس بلس 2 مضروبة في x سكوير ماينس 2x بلس 4 كل ده ايكوال 0، الأول نعرف نجيب بس الـ x. عندها اختيارين، اختيار سهل واختيار صعب. الاختيار السهل إن أنا أقعد أوزع الأول في الأول والأول في الثاني والأول في الثالث والكلام ده. الاختيار السهل بقى إن أنا ألقط إن دي الفكة بتاعت البراكت الأول باور 3 بلس الثاني باور 3. اللي فوق ده هو هو الـ x باور 3 بلس 2 باور 3، يعني الـ x باور 3 بلس الـ 8. اللي بتتفك براكت صغير وبراكت كبير، براكت الصغير اهو وبراكت الكبير اهو، دي الفكه بتاعت البراكت الاولاني ده. فممكن اشيل ده كله عادي واكتب اكس باور 3 بلس ال 8 ايكوال 0، ادي ال 8 الناحيه الثانيه يبقى الاكس باور 3 ايكوال نيجاتيف 8، فالاكس كده ايكوال نيجاتيف 2 يبقى معايا الاكس. ماشي، سهلت على نفسي اختصرت كتير قوي. طيب ايه تاني؟ قال لي ان الواي سكوير بلس ال 4 ايكوال 0، طيب معنى كده ان الواي سكوير ايكوال نيجاتيف 4. طيب ايه تاني؟ معنى كده ان الواي بكام؟ ببوزيتيف نيجاتيف روت، روت النيجاتيف 4 بكام؟ ب2i، روت النيجاتيف 4 ب2i. حلو لغايه دلوقتي؟ حلو. لو قال لي اكس بلس الواي هيبقى نيجاتيف 2 بلس اور ماينس 2i، يبقى عندي اختيارين ينفعوا، صح كده؟ صح، بس هو ما قاليش اكس بلس واي بس، هو قال لي اكس بلس واي اي، اكس بلس واي اي، يعني الاكس هتنزل زي ما هي، الواي اي
الواي اي انا هضرب اي في الواي كمان، يعني انا عندي واي ب 2 اي هضرب فيها اي كمان احط جنبها اي، يبقى كده النيجاتيف 2 هتنزل زي ما هي، والواي اي هضرب الاي هنا تبقى 2 اي سكوير، 2 اي سكوير يعني نيجاتيف 1، الاي سكوير بنيجاتيف 1 يبقى عندي نيجاتيف 2 ماينس 2 بكام؟ بنيجاتيف 4. الانسر معايا سي. السؤال اللي بعده، The true statement. ماشي، all the isosceles triangles are similar. طيب احنا السؤال دوت احنا جاوبنا عليه كذا مره، isosceles triangles are similar. لا مش شرط، ما انا عادي ممكن يكون الانجلز مختلفه عندي. ماشي، all right angle triangles are similar. لا برضه مش شرط، ممكن الانجلز الاثنين التانيين غير الرايت ما يبقوش قد بعض. طيب all squares are similar. اه طبعا السكويرز كلها الانجلز بتاعتها 90، سكوير كده سكوير كده سكوير كده سكوير اي حاجه، السايدز الثابته والسايدز كلها قد بعض وكل الانجلز ب 90، فيبقى اه هو كل السكوير سكوير سيميلر. الانسر سي. ودي كانت جت قبل كده وكنا جاوبنا على النقطه دي، فالسؤال زي كده مش جديد عليه. طيب السؤال اللي بعده 21، terminal side of an angle of measure 60 degree in the standard position rotates 3.75 revolution. 3.75 والريفولوشن هي بكام؟ ب 360، يعني 3.75 مضروبه في 360. In the anti clockwise direction. Anti clockwise يعني بوست. حلو دلوقتي حلو. طيب انا عندي 60 degree. ضفت عليها 3.75 مضروبه في 360. صح كده؟ طب ممكن احسبها؟ احسبها تطلع 3.75 بول 360 بلس 60 هتطلع 14. جميل لغايه دلوقتي حلو. انا هقعد اعمل ماينس 360 بقى لغايه ما تبقى في الفور كوارتز بتوعي. تمام؟ تمام. اعمل مره في الثانيه في الثالثه هوصل للانجل 330 وبس، هقف هنا. الانجل دي في انهي كواد؟ في الفورث. دي السؤال اللي بعده. question 22، عندي انجل اسمها نيجاتيف باي اوفر 4، عايز اعرف هي في انهي كواد. طب النيجاتيف باي اوفر 4 انا عايز احولها للديجري، اضرب في ال 180 اوفر الباي هتطلع عندي بنيجاتيف 45 ديجري. انا عايز ما بين الفور كوادز اعمل بلس 360 تطلع عندي الانجل بنيجاتيف نيجاتيف 45 بلس 360 تبقى ب 350. دي في انهي كواد؟ في الفور. دي السؤال اللي بعده. question 24، question 24 يا شباب. ماشي اداني بوينتس، البوينت هي بتبقى عباره عن اكس وواي. صح. طيب البوينت الاولانيه 0 1 والبوينت الثانيه 1 و0 والبوينت الثالثه 2 و0. تمام، قال لك كل دول بلونج يعني بوينتس اقدر اعوض بيها على الاف اوف اكس الفانكشن دي، يعني كل ما احط مثلا الاكس ب 0 الواي هتطلع لي ب 1، كل ما اعوض مكان الاكس ب 1 الواي هتطلع لي ب 0 وهكذا، البوينتس دي كلها عليها. ماشي، عايز الاف اوف 0. اف اوف 0 يعني ايه؟ يعني قال لي لما تشيل الاكس وتحط 0 الانسر هيطلع لك ايه؟ فين هنا لما الاكس ب 0 البوينت دي؟ الاكس ب 0 الواي ب 1، فيبقى الانسر بكام؟ بس كده سهل يعني مباشره جدا. الانسر يبقى الاختيار دي هو الانسر. اخر سؤال، اخر سؤال بيقول الروتس بتاعت الايكويشن اللي هو مديها لي مالها؟ قال لي ار ايكوال روتس، ايكوال ريل روتس يعني بي سكوير ماينس 4 اي سي ايكوال 0. صح. طب انا البي عندي بكام؟ البي عندي بنيجاتيف كي في الايكويشن، والاي ب 9 والسي ب 4. طيب نعوض بقى، البي سكوير كي سكوير ماينس 4 في ال 4 في ال A اللي هي 9 في ال C اللي هي 4، كل ده ايكوال 0. طيب فكي سكوير الكلام ده كله احسبه هيطلع عندي نيجاتيف 144، كل ده ايكوال 0 فيبقى الكي سكوير ايكوال 144، سكوير روت الناحيتين يبقى الكي ايكوال بوست نيجاتيف 12. لانسر بي.